فيقسنا بالبيض، أكلنا معمول، هلأ صار وقت يكون في مرحلة جديدة لإيرا جديد يلي هو نعمل ديتوكس. في مراحل كتير بنمرق فيها لحتى نهتم ما بعد الأعياد يلي هي إن نركز على حمية غذائية مركزة على ديتوكس مثل ما قلنا، والاهتمام ببشرتنا وبجسمنا وشعرنا من خلال الانتباه للإيرا اللي كنا ابتدينا فيها يلي هي التركيز على الزيوت. أما المرحلة الجديدة هي المي، مي كتير بدنا دايما نفكر نشرب مي كتير. بعد هالمرحلة نفكر يكون نترك جسمنا رطب شوي وندلكه بزيوت، وحتى البشرة أي مناسبة بتكون عنا نبتدي أنه نرطب كتير قبل بيوم بالتحديد بماسكات مرطبة، ولما بنستخدم الفاونديشن نضيف له مرطب، وهذا الشيء رح يساعد البشرة أن تضوي. لا اتصالاتكم على الأرقام يلي رح تظهر على الشاشة، أنا بانتظارة لتكون حلقتنا اليوم تجاوب على أي شيء بهم جمالكم. قرب الميوريكس دور كم يعني تقريبا 10 أيام 19 شهر رح يكون لقاء مع جميلات لبنان، مع الستارز، مع الريد كاربت. انتبهوا كتير، بلشوا اهتموا بجمالكم لحتى تكون اطلالتكم مميزة، لأنه أنا السنة رح كون عم شوفكم على الريد كاربت ونكون عم نحكي جمال وإطلالة. الإطلالة مهمة كتير يكون فيها ستايل. دايماً منفكر إنه الستايل معناتها أنا بعمل الستايل، نحنا بنعمل اللوك، ولكن الستايل منولد فيه. بيكون عنا عينين سود، بشرة بيضة، شعر أسود، هيدا الستايل الخاص فينا. عنا شفاف ممتلئين أو صغار، هيدا كمان هيدا الستايل، ونحافظ على الستايل هو الأهم، ولكن نشتغل على الكاركتر وعلى اللوك هيدا شيء تاني. لازم ندعم الستايل، وأنا هون بحيي كتير نادين نجيم، حافظت على ستايلها، يعني حافظت على سمرتها، على شعرها، ولا مرة فكرت تعمله أشقر أو تحط لينسز تغير لون عينيها، أو يكون كان اللينسز بمراحل بس فقط لحتى تكون يعني عم تعطي هيك مثل ما بنقول لوك، ولكن حياتها العادية كانت دايما متبعة ستايلها الخاص. وهيدا الشيء اللي بحافظ عند كتير من جميلات عصورهم يلي مثل بريجيت باردو يلي لاحظنا كان عندها ستايل خاص، غريس كيلي، شخصيات وستارز كتار، وهيدا الشيء اللي حافظ على جمالهم لفترة طويلة. بالحديث عن الستايل، كيف نحن بدنا نشتغل على ستايلنا أنه يكون أجمل؟ لازم أتعرف مع الإيمج كونسلتنت، وهيدا اللي أنا بعمله أنه بجلس جلسة فيها تحديد للشكل يلي نحن بنكون فيه الأجمل. أي إذا كان شعرنا أسود وصحته منيحة، أو إذا نحن بحاجة نقوي صحة الشعر لأنه هيدا الشعر عنده ستايل فينا، معناتها لازم أعطي صحة أكثر لشعري، قص شعري، غذي. وبذات الوقت إذا كان في عندي لون عينين حلوين أعرف كيف كحلهم وأعرف كيف أبرزهم، وأكون عندي نوع من لوك خاص فيي لحافظ على ستايلي. بدي أقول للأشخاص اللي عم يتصلوا فينا ما عم يجي الاتصال واضح، بدي إياكم ترجعوا تعيدوا الاتصال وتسمعونا من خلال التليفون، من خلال التلفزيون. كمان أنا بدي أقول شيء هون كتير كتير مهم، الستايل هو كمان ألوان. أنا عندي لون معين يلي هو لون البشرة يلي بتميزني، وهالشي هيدا لحتى أبرزه لازم أختار ألوان تياب تقدر تساعد تبرز جمال بشرتي ونضارتها. لحتى أبرز نضارة بشرتي في أشياء كتيرة أساسية لازم أعرفها. جرب أنه أترك السكين ديب، أقشع بشرتي من خلال أي ميك أب بعمله، ما غطي كتير، ما سمك كتير، يكون الميك أب عنده ترانسبيرنسي، ويكون العينين عندهم نظرة بتحافظ على مدى العين، وما يكون في عنا كتير بنظرة العين اللوك اللي هو بغير معالم نظرتنا.
نشتغل كتير على شيء مهم يلي هو التناسق بكل الأشياء. يعني التناسق بحجم الوجه، يعني إذا بشرتي مش بحاجة أني كبر شفافي لأنه حجم سنين صغير، أو المسافة ما بين الشفة العليا والأنف أو الشفة السفلى والذقن، انتبه على المقاسات لحتى يكون في تناسق. في باكج كتير عالي، في شيء مثل ما بيقولوا أنه لازم يكون في تكامل بالشيء، مش ضروري نكون الأجمل. يعني مش ضروري يكون عندي أجمل أنف وأجمل عينين وأجمل شعر، يكون في تناسق حلو، يكون في عندي ستايل لإلي يلي أنا عندي إياه كون عم حافظ عليه. رح نجرب نرجع ناخد الاتصال. ألو، بونجور. بونجور، لو سمحتي بدي أسأل عن دواء، تعطيني اسم دواء لتحت العين. نعم، صراحة اسم دواء مش مهم الاسم بحد ذاته، أنا بدي إياك تنتبهي أنه يكون كريم الخاص بمنطقة حول العينين هو مبرد، يعني تحطيه بالبراد قبل استخدامه، ويكون عملية التدليك من الخارج إلى الداخل، ويكون التكشر شوي سميكة، وهون يكون التركيز أنه يكون أودون ويل مش ويل دون لو، لأن هالمنطقة ما فيها كوش إيبوديرمي، وهالشي بخلي هيدا المنطقة أنها تنشف ويبين فيها التجاعيد. وإذا زرتيني أكيد في أتأكد على المستحضر الأنسب لإلك، ولح أعطيكي وصفة طبيعية من حوادر البيت يلي هي كتير بسيطة، يلي هي أنك تحطي دوائر الخيار على منطقة حول العينين مبردة، يعني تحطي معهم تلج وتحطيهم على منطقة حول العينين، أو دوائر البطاطا. وكنا نعرف نحن وصغار بس يكون في حرارة كانت الوالدة تحط لنا دوائر بطاطا على جبيننا ونحس أنه سحب كل هالحرارة، وهيدا الشيء فينا نقول أنه الاحتئان اللي بيكون على منطقة حول العينين إذا في انتفاخ أو احتئان بيزول إذا استخدمنا دوائر البطاطا. ناخد الاتصال الثاني. ألو، 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 أهلا. بونجور مدام ليلى. بونجور، أنا بحبك كتير وبتابعك كل يوم. Thank you. مدام ليلى، بدي أسألك، شعري كتير منشف، شو فيني أعمله قبل الصيف؟ مهم كتير أنه الشعر الجاف نعرف أنه الشعر صحي، ما تخافي من الشعر الجاف، خافي من الشعر الدهني، ولكن لمعيته بيفقدها لما بيكون جاف كتير. ما في أسهل من أنك تجيب زيوت، كل الزيوت المتوفرة عندك، أو تختاري أن كان زيت السمسم، زيت اللوز، زيت الصبار، زيت الصبار، الألوة فيرا، زيت الزيتون، زيت اللوز المر وزيت اللوز الحلو، أضيفي لقلهم زيت الأفوكيدو، وتجيبي تقريباً ملعقتين بلسم تخلطيهم أو تعمليهم بالميكسر، ترجع تمديهم على كامل الشعر، وتحطي قبل ما تحطي هالخلطة ألوي فيرا على كل شعرك، أو ألوي فيرا مركز مع كم نقطة من الكوكونات أويل على أطراف الشعر، وهيدي أنا طريقة أنا دايماً بتبعها، وبحس أنها حافظت على شعري كل هالفترة. منحط الشعر ومنغلفه بمنشفة سخنة كتير، منلف فيها الشعر ومنرجع أي من بعد ما نغطها بمي مغلية ونعصرها ونمرقها على الشعر، منحط بني نايلون، ننطر أقل شي نص ساعة لا ساعة أو ساعتين، منرجع منغسل الشعر بالشامبوان المعتاد. والشعر الجيف هو بحاجة لننتبه للأصباغ يلي هي بتجففه أكتر، نجرب إذا مش بحاجة نغير ألوينه، ما ندخل الأصباغ عليه، وإذا كنا عم نصبغ شعرنا ننتبه أنه نستعمل الزيوت كتير ما بعد الصبغة. لحنا جا ناخد اتصال. ألو، بونجور. أهلا وسهلا. كيفك مدام ليلى؟ أهلا وسهلا. معك ريتا. أهلا ريتا. بدي أسألك، أنا عندي بشرة دهنية. نعم. بقى في شي حافظ عليها بهالفترة؟ نعم. إذا عندك شي خلطة هيك سحرية من خلطة. خليني أقولك إنه البشرة الدهنية والشعر الدهني أنا ما بحب كتير إنه ما ننتبه نعمل بالانس، لازم نحافظ على بشرتنا إنها تكون معتدلة، well balanced، يعني تكون normal skin أو mixed skin
بس مش نتركها تجف لأنه البشرة الجافة عرضة للتجاعيد. أما إذا كانت دهنية منقول أوكي ما بتجعد ولكن هي عرضة للترهل. زيت الشيء مثل الشعر الدهني عرضة أنه يهر. بقى هون لازم يكون في عنا صابون خاص يلي هو بيحافظ على البشرة انه تحافظ على pH of the skin وبزيت الوقت يكون في بالانس. وبالنسبة للكريم يكون ماتيفيان نمرق بخاخ مي من وقت للتاني لننعش البشرة ونخفف منها الزيوت ما نعرضها كتير للشمس. وخلطة للبشرة الدهنية هي ملعقة خميرة ملعقة نشا منضيف لهم ملعقتين لبن ملعقة عسل ومنمد هالخلطة على البشرة لمدة 10 دقائق مرة بالأسبوع. مرق مع زليل البيض المخفوق وما تخافي انك تحطي نقطة زيت مع هالخلطة لحتى النشا ما يشد كتير على المسام المفتوح. ودايما ننتبه انه البشرة الدهنية مسامها مفتوح ونحن كل ما نكبر بيزيد المسام المفتوح وبيعطي بشعة على طبقة الجلد السطحية مثل ما البشرة الجافة بتعطي هالتجاعيد يلي ما بتحليها لما بتكون جافة. بناخد الاتصال. الو الو اهلا بونجور مدام ليلى. بونجور كيفك؟ بخير مدام ليلى. إذا بتريدي عندي مشكلة بوجهي. نعم. أنا بعمل كتير حساسية. نعم. ما بقدر حيالة كريم حيالة شي حط على وجهي. وجهي في عندي البو شوي مزتي في عندي دي تاش بالوجه تاش برون وما بسترجي حتى أصبغ شعري. شعري أبيض تركته من وراء الألرجي لأنه تعرضت للألرجي وفت على المستشفى كذا مرة. بقى بدي نصيحتك مشان وجهي لحتى هلأ شوي هيك يكون عنده نضارة. نعم. بالواقع أنه الحساسية هي مشكلة لما منكون عم نحكي على الشاشة. النصيحة ما بتكون كتير هيك بريسايس مثل ما بنقول ما بتكون دقيقة. أنا بفضل أني شوفك ولكن بحب قلك شيء. بخاخ المي هو الحل لأي حساسية. مايكرونايزد ووتر نرش وجهنا بمايكرونايزد ووتر. أنك تحطي مي تنخالي تنقعي نخالي أو تغليها أو صفوتها من بعد ما تنقعيها وترجعي تصفيها وتحطيها ببخاخ بالبراد وترشي وجهك صباحا نتيجتها جيدة. انك تستعملي الخميرة تحطي شوية خميرة تضيفي لقلون شوية بسيط من الماء الورد المثلج يعني تسقعيه كتير وتضيفي على الخميرة وترجعي تزيدي على هالخلطة شيء بسيط من عصرة الليمون البرتقال. من نترك هالخلطة لترتاح 7 دقائق من مرقها على الوجه ونرجع من شطي في البشرة لح أخذ الاتصال وتابع معك. ألو ألو أهلا ألو بونجور. أهلا وسهلا مدام ليلى. بس بدي أسألك أنا استعملت لوجهي وجهي عادي لا ناشف ولا شيء بس استعملت اسمه ماسك على وجهي تاني يوم قمت لقيته مبرغل. نعم. في شيء قدر حط له ليروق أو بيروق لحاله؟ بهيدي المرحلة إذا كانت رياكشن خفيف هو رح يروق لحاله. إذا كنت ما عم تحسي رعيين ما عم تحسي حكيك بالمعنى ما عم تحسي انتفاخ احمرار هيدا معناتها بس هل تبرغل رياكشن. ولكن بهالمرحلة بالذات مرحلة الربيع أنا بدي أقول للكل هي مرحلة حساسية هي مرحلة البولن هي مرحلة كتير منلاحظ فيها الناس بتبلش تتعرض للحساسية. مع هيدا وكله خلينا نكون دقيقين أنه نجرب نحط الكريم يلي سو فورم دولو يعني يكون تركيبة الكريم يلي منحطه على بشرتنا مركز على المي. رح ناخد الاتصال وتابع كل الأجوبة بآخر الحلقة. ألو مرسي. أهلا وسهلا. ألو 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 نعم. بالمتابعة مع الحديث عن الحساسية أنا بدي أقول شيء كتير مهم. أي كريم بدنا نستخدمه مفروض أن يكون هالكريم كتير خفيف. شو معناتها خفيف؟ يعني ما فيه دهون ما فيه زيوت يعني منقول أقوى مويسترايزينج
وحتى المويسترايزر من بعد ما نحطه ننطر دقيقة ونرجع نرش وجهنا بالبخاخ لما نترك أي آثار من الكريم. نحن فينا نصنع بخاخ بالمنزل، إن نحط شوي من ماء الورد مع كتير ماء بالبراد ونرجع نحطهم ببخاخ ونرش بشرتنا. رح ناخذ الاتصال. ألو. نعم. عم ينقطع الاتصال، ولكن أنا بدي أقول شيء مهم لتابع مع البشرة الحساسة، وهذا بهمني كتير أحكي عنها. البشرة الحساسة بتعيط، هي بتقول ما تعطوني ولا كريم، ما تحطوني بالشوب، ما تحطوني بالبرد. رح ياخذ الاتصال ونتابع. ألو. ألو بونجور. بونجور. بدي شارك مع مدام ليلى. تفضلي، عم بسمعك. أوكي. أنا عم عندي هيك زوان بوجهي. نعم تفضلي. في زوان بوجهي وعم عملت تقشير بشرة، وحب أشوف إذا كل أنت بينعمل تقشير البشرة. حلو. أول شيء الزوان، الحل البسيط لإله هو النتوياج. تنظيف البشرة أمر كتير مهم، وهلأ يحكى عن أهمية النتوياج أهم من أي خطوة بتعالج فيها البشرة، لأنه منخلصها من الجفاف، من الدهون، من الخلية الميتة، من البوانوار أي البلاك هيد، وبزيت الوقت مننعش الخلية وبترجع بتشق طريقة إلى الخارج صحية ومرتاحة. هيدا الشيء اللي فينا نقول هو الحل. أما للبيلينج، البيلينج مش مستحب بقى، هلأ بلشت الشمس وبلشت الصيفية تقرب، خلينا ما نرجع للبيلينج هلأ، نرجع له من بعد الصيف لحتى نرجع نساعد البشرة أنها تتخلص من الخلية الميتة الصعبة ويكون في عنا خلية صحية، وبزيت الوقت نحارب التجاعيد لأنه تقشير البشرة بيقوم التجاعيد. عم جرب دايما أن يكون أجوبتي مش كتير خاصة بمراحل الحساسية، لأنه الحساسية ما بدنا ناخد ولا قرار نعرضها لحساسية أكتر. أيام بزيارة طبيب درماتولوج بيساعدنا بشي بسيط أن نتخلص منها، والأهم أنه نستعمل الأشياء يلي هي بسيطة يلي هي خفيفة، ما نروح كتير للأشياء الطبيعية. نرش وجهنا، نحط أكوا، نحط مويسترايزر، سو فورم دولو. وبشوفكن بالحلقة القادمة كل ثلاثة وخميس بين الساعة 11 ونص والساعة 12، ودايما فولو مي اون سوشيال ميديا ليلى عبيد أوفيشال.